النهارده وردت لينا شكوى عن طريق الخط الساخن بالجهاز ضد مركز صيانه بيدعي ان هو وكيل لعلامات تجاريه مشهوره. تمام. في ضوء المعلومات اللي وردت كان ورد عنوان مش مظبوط، عنوان وهمي، وبيعنا عنوان وهمي. تم عمل تحريات اللازمه عن المكان، واحنا متوجهين للمكان الصحيح دلوقتي في الورقه. السلام عليكم. في شكوى متقدمه من الاستاذه ساره عدلي بخصوص سخان يونيفرسال، كنت انت صلحتها لها؟ تمام. بموجب فاتوره؟ تمام. الشكوى موجوده على الفاتوره دي. تمام. عايزين نبعت لها حد يخلص الموضوع. هو الموضوع اصلا خلصان يا فندم. تمام. يعني احنا كنا اول امبارح مدينا ميعاد ان هي هتسترد فلوسها، وانا الفني باشمهندس محمود هو اللي كان عندها. تمام. واتفق معاه ان هو يودي لها الفلوس. تمام. فهو امبارح احنا بنتكلم عشان خاطر نسترد لها الفلوس، ورحنا لحد عندها تليفونها مقفول. عايزين نكلمها دلوقتي نحاول معاها، ولو كده الباشمهندس يطلع لها. تمام خلاص، مفيش اي مشكله، احنا ما عندناش الحمد لله، احنا شغالين بمرض الله. مفيش مشكله، استاذنك يا طاهر. حابين نوضح رساله جهاز حمايه المستهلك في النهايه، ان اي مستهلك محتاج ان هو يعرف اسم او مين هو وكيل العلامه التجاريه اللي هو يملكها من اجهزه سلع معمره، ان هو يتواصل مع جهاز حمايه المستهلك من خلال وسائل التواصل اولها الخط الساخن 19588 من اي خط ارضي. تقدم الينا احد المواطنين بشكوى في احد المحلات القائمه بشارع عبد العزيز، بناء عليه تم توجيه حمله مع اعضاء الجهاز الاستاذ احمد الشاذلي والاستاذ ايهاب جمال، وتم التوجه حاليا لشارع عبد العزيز لاتخاذ الاجراءات اللازمه. هو حضرتك صاحب المحل ولا انا؟ ده مكتبي انا. تمام. انت مكتبي؟ طب ده المحل قافل. المحل قافل، صاحبه مسافر، هيجي يوم الاثنين، وهي الحاجه لو جابت الغساله يوم الاثنين انا هغير حالها. ده ديب فريزر. دي فريزر انا هغير حالها، يعني انا هديها دي فريزر اللي هي عاوزاه. ماشي. عاوزه فلوسها وعاوزه حق المواصلات، انا نفسي هتحدد لها. ماشي. انت اساسا ما مش عارفين يعني القصه بتاعت المكتب اتفتح واتكسر والكلام. ماشي. الشكوى باسم هاني ربيع احمد. ده راجل؟ اه. ده متقدم بشكوى ضدك، ضد ديب فريزر. ضد بلاد ديب فريزر. اه. ديب فريزر ده عايز يرجعه. هو في خلال 14 يوم. رجعوا له حاجة؟ مش هتديني بطاقتك وهتكتب تعهد ان انت هترجعه. اتعهد انا رمضان عثمان ابراهيم بإزالة شكوى رقم 60992 باسم استاذ هاني ربيع احمد في خلال 48 ساعة.